يا رب يبعثك يا ذكر يا ابني، يا رب يبعثك امك قلبها وجعها عليك وتجبر خاطر امك وتجيب لها هديه في عيد الام. يا رب حنن قلبه على امه يا رب. نيه انا يا بابا. تعال يا الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الحمد لله على السلام. خليك يا عم قاعد خليك. ايه يا ابو ما انا عارف اشوفك العيش يا ابويا. ما وراش عيال انا كل شويه رن 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 وتجيبني من ملا وش على من مصر عشان خاطر عيد الام. عيد الام هو عيد الثوره ولا عيد الجلاء؟ امك يا حبيبي امك. امي ايه؟ امي فطحاني في كل حته يا ابويا، ده انا هارب من البلد وقعد في مصر عشان كده. ليه يا كل ما اروح حته يا ابن القصيره يا ابن القصيره يا ابن القصيره. القصيره؟ لا اله الا الله. يا عباد ربنا بيعيب عليها. يا ابويا ما كنت خلي عندك ناظر يا ابويا. دولا عن حريم البلد كلها فايجي 5 مليون واحدة ست ما تلاقيش الا دية شبر وربع. كانت ماشية جنبين كيف انت؟ يا رب لو رأيت رب هتمنع عليك. عملت لك عمل طرشتك على بوزك وجابتك الارضي وتقول لي النصيب ومش النصيب، ده عيب على النصيب. اللي طلباك وعايزاك امك يا حبيبي. اللي طلباك وعايزاك امك. يا عم اجبر بخاطر امك عشان ربنا يجبر بخاطرك يا ابويا. طب ما تجبر بخاطري هي، ما انا كل ما اروح اشتري خد يا ابن القصير، روح يا ابن القصير. لا اله الا الله. ضكتوني يا ابويا بس مش عارفه كله بتعيش في البلد وسبت عياله ومشيت عشان كده. يا عم الحاج انا هجيب لك امك تطمن عليك ومطرح ما تروح روح، مش عايزين منك حاجه، الله الغني عنك. عندنا ابننا ابو كمون ربنا يوسع. طيب يا سيدي ربنا يخليك انت وابو كمون مع بعض. تعال يا ست الكل ادي ابنك اللي تبعتيه من مصر. وبطل الهبابه دي اللي هدت حيلك عم. ازيك يا عم؟ مش عايز تسلم عنها؟ مش انا سمعتك من جوه بتقول يا ابن القصيره وفطحان ومجرس، انا عايز اسلم عليك بتاع ايه؟ طب ما ديك شايف يا ابويا. انا مستعار من امك هتسلم عليك بتاع ايه؟ انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا ابويا انت ام الفرح كنت ماشي انت وهي كيف يا عم؟ كنا ماشيين ولا ما كناش ماشيين كنت شايل على بعض. مين؟ عامل زي الهلف الفوق واخد لواحده مش باينه. السلام عليكم وبركاته. تعالى. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا حاج؟ ازيك يا صاحبي؟ كل سنة طيب. كل سنة طيب يا حاج. ربنا. ازيك يا ابو زكي؟ اهلا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يرحمك. اقعد يا حاج حبيبي مرتاح. عامل ايه انت؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا حاج. لا اله الا الله. محمد رسول الله. عايزني في حاجة تانية يا بابا. اسمع اخوك اما يقول ايه؟ مالك يا ابو زكي؟ مال اخوك؟ مستعار من امك اما يقول لها امي يقول يا ابن القصيرة يا ابن القصيرة. مستعار ما شايفش حاجة ده يا ابويا النهار كله في الغيب. لما يجي ينام مع البهايم على طول. مستعار من امك يا ابني. ما تزعلش منه يا ابني، هو جاب طيب، ما تزعلش منه. يا عم انا هو جاهل ما يعرفش قيمه الام اصلا. اه. هو جاهل. هناخد حكم ومواعظ نص. يا عم مش حكم ومواعظ. مش هننام ولا حكم ومواعظ بتاعتك انت. لا اله الا الله. يا راجل راضي خاطر امك يا راجل. يا راجل الجنه تحت اقدام الوالدين، راضي خاطر امك. ده عز ملك إيه الدنيا يعني؟ ابوك وامك من بعديهم الدنيا هتشيل وتشيل همك. طب زي بعض ما يقولوا اللي يقولوا الدنيا كلها تقول اللي تقول. يا ابويا انا كل يوم اعمل 60 مشكله من تحت راسي. ليه يا عم انت مسايخة من اللي جابها في سمسار المجانين ولا جابها من الكاميرات ولا جابها من شركة دعارة امك؟ مالها يا عم؟ دمك وامه نتشرف بيها. مال يا ابويا الشاطر اللي يقول لي باخدها في جيبك. ليه يا عم خدها في جيبك ليه؟ يا اخي انت مش حاسس بيها ليه يا اخي؟ لا يا عم كيف مش حاسس؟ يا عم دم وبص جزمتها تفوق راسي اليوم كبير. طيب بلاش يا عم قاسي قلبك قاسي من صغرك. يا ابوي انا لا قاسي ولا حاجه. قلبك قاسي يا ابن روح ان شاء الله هتلاقيه في عيالك. يا ابوي هتلاقيه في عيالك يعملوا فيك زي ما انت ما تعمل فينا كده. ايه اللي عملوا فيكوا انا؟ انتوا عملتوا فيا كده. عملنا فيك كده. هو ما يعرفش حاجه غصب عنه. زي بعض حقك على عيالك. ما تزعلش منه. انت عيله من جوه جنبك ما تتعيش عليه. هي المره بنت ميتين الكلب ده هات لي ابني هات لي زي يا ابويا يا ريت مشيت يا ابويا يا ريت ابويا مشيت يا ابويا. اسمع اخوك بيقول ايه؟ اسمع يا عم اسمع يا عم الله يهديك. يا عم عندك عيال بكره وبعد يبروك بر امك دي. العيال عندك بكره وبعد يبروك. اللي تعمله في امك هيتعامل فيك واللي هتعمله في ابوك ده هيتعامل فيك. امك وابوك دول هتشفق راسك ليوم الدين حتى لو هم ولاد 60 في 70 امك وابوك. خلصت يا عم الواعظ؟ خلصت يا عم الواعظ. اما تشوف اللي بيحصل لك. ايه اللي بيحصل لك؟ ايه اللي بيحصل لك؟ ده عيال لما تتعاير يا راجل
مالهم هم بيعرفوا يقولوا لك ايه يعني؟ ما احنا لسه حكينا كل شويه نحكيها احنا عاد. ايه ما اقول لك ايه؟ يا ابن القصاير. مالها يعني؟ ايه القصاير؟ مش مخلف رجاله ها؟ مخلف الف زيك طول عريض. قالتها مخلفين ليه يا عم؟ هنتحكم في رضا ربنا يا اخي اللي خلقك وانت بطل الخربانه دي اللي بوظت صحتك واص. خد يا حاج. وكل شويه قالوا هات العلاج قالوا هات العلاج قالوا هات العلاج. تعال يا حاج. تعال. تعال مهدي يا راجل يا راجل يا راجل انت كرمك يا فيهم. احنا سيب فوضنا امر الله فيك. ما نسيتكش يا حاج. لا يا عم يلا. انا ما نسيتكش يعني. ماشي. تسلم يا ابن ربنا يخليك امسك يا حاج. يلا تعال. يا راجل. يا راجل اتق الله. اديك شفت عملك يوم الفرح يا راجل اتق الله. كل ما اروح حته يا ابني قصير يا ابني قصير يا راجل فضحتوني يا راجل. يا راجل ارجع لدينك ولاسلامك يا راجل. ارجع لدينك ارجع للمصحف اللي انت بتقرا فيه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز جليل. قول يا عم الشيخ قول يا عم ربنا سبحانه. يا راجل يا راجل اتق ربنا اتق ربنا في امك وابوك يا عم. ما يعملوش كده. ده انت راجل عندك عيال دلوقتي وبكره وبعد يبروك. بر امك وابوك عيالك يبروك يا اخي. خلصت يا عم الوعظ يا عم. خلصت ده ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليهم في القران. واخد ايه هنا من امه وابوه ايه يا عم؟ ايه اللي واخد ايه؟ واخد كتير قوي. مش هي دي اللي جابتك من بطنها؟ مش هي دي اللي حملتك 9 يا راجل؟ مش هي دي اللي رضعتك سنه ونص ولا سنتين؟ ما تتعبش يا ابن جد. ازاي؟ ما تتعبش يا ريتها بس فانتصرت ليه يا عم؟ سيب 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 بدل المعيره كل شويه. ان شاء الله ولادك هيعملوا في كده ان شاء الله. اقعد يا ابوي اقعد يا ابوي عشان ما حدش يعمل فيها غيرك انت. ليه يا عم؟ ايه اللي عامله فيك؟ عشان انت من الراجل بتاع بطنك وكل شويه تعالى اتغدى يا ابو شهله بتاعه ويعملوا له العمل ويشرب ويكع. انت مستغرب من امار يا ابويا؟ ما دول انا حريم كلها في البلد ده. في حريم مترين و30 سم يا عم زي الهرم. لا اله الا الله. يعني خلاص ما لقيتش ايديه. هتتدخل في شان ربنا يا عم؟ مش هم اتدخل مش هم اتدخل بس يبقى خليه عندنا نظريه يا عم. قول لك النظريه دول ما بتحط اتاش في جراحه. ما تبقاش انت زي الهلف وتاخد لي عقده الصبار. امك عارف يعني امك بتحط قطايف في راسك. خد الشيء من امك يا ابني. خد الشيء من امك. امر زي حاج. عملتيها يا قصيره؟ ادي اللي ناخده منك. خد الشيء يا ابني.